بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فلم يترك عليه الصلاة والسلام خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا إلا وحذرها منه، حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها الإخوة في الله، لازلنا في شرح أصول الإيمان الستة، وقد بدأنا بالإيمان بالله عز وجل، ثم الإيمان بملائكته، وبإذن الله نستطيع أن نكمل الكلام على هذه الأصول أصلاً لأنها من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها، وهي التي وردت في حديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي لا يعرفه أحد من الصحابة، وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا منه يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قالوا: فعجبنا يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه: فلبث مليا ثم ذهب، وقد ورد في بعض الروايات: ولا يعرفه منا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تدري من السائل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذه أمور الدين المهمة، أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. ومن أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، وقد تحدثنا عن كثير مما يتعلق بأعمالهم وما يقومون به من أمور مهمة في تدبير الكون بأمر الله تبارك وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسنذكر شيئاً من أعمالهم في تدبير الكون، وبعض أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله عز وجل. فقد وصلنا إلى الكلام على أن الملائكة تلعن المرأة إذا لم تستجب لزوجها إذا دعاها إلى فراشه. فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية في الصحيح: حتى ترجع. وهذا أمر مهم في طاعة المرأة لزوجها، إذا دعاها فلا يجوز لها أن تمتنع إلا من عذر شرعي، وإذا لم تجب لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا فيه بيان لحق الزوج ومنزلته. وقد ورد أن معاذ رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له: يا معاذ، لا يجوز السجود إلا لله، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه ومنزلته، لأنه هو المنفق وهو القوام في بيته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فواجب على المرأة أن تطيع زوجها، ولا تستقيم أحوال الأسرة إلا أن تطيع المرأة زوجها، وأن تصلح بيتها، وأن ترعى حق زوجها وحق بيتها وحق أولادها. وأيضاً ممن تلعنهم الملائكة، كما في حديث مسلم رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، حتى وإن كان مازحاً. فلا يجوز للمسلم أن يشير إلى أخيه المسلم بسلاح، بسكين أو سيف أو مسدس أو غيرها، فإن هذا حتى لو كان على طريق المزح فإنه الملائكة تلعن من يقوم بهذا العمل. ولعن الملائكة يدل على حرمته لما فيه من ترويعه لأخيه المسلم، ولأن الشيطان قد ينزع فيها فيقتل أخاه فيقع في الكبيرة من الكبائر. أيضاً الملائكة تلعن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حرمتهم، ولهم مكانتهم، ولهم منزلتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، إن الله اختارني للنبوة واختار لي أصحاب. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ففي معجم الطبراني عن ابن عباس بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيا عجباً لأقوام جعلوا سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ديناً لهم يتقربون به إلى الله، مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من اللعن، وهو جزاء رهيب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وهم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلدان، ودخل الناس بسبب دعوتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في دين الله أفواجا، وانطلقوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقا وغربا ينشرون هذا الدين، ينشرونه بالجهاد في سبيل الله وبأخلاقهم ومعاملاتهم. فأكثر بلدان المسلمين، أكثر من نصف بلاد الإسلام، دخلت في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. فالإسلام لم ينتشر فقط بالسيف، وإنما السيف لإبعاد أعداء الله عز وجل الذين يقفون في وجه انتشار الإسلام وهذا الخير. فالصحابة رضي الله عنهم لهم فضل عظيم على هذه الأمة جميعها، فهم الذين نشروا الدين
وهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أبي بكر فقط الصديق رضي الله عنه: لو وزن إيمانه بإيمان أمة لرجح إيمان أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثم عمر الفاروق الذي انتشر الإسلام في عهده وفتح كثيراً من البلدان كالعراق ومصر والمغرب والمشرق، فتح الله في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كثيراً من بلدان المسلمين. عمر الفاروق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، ودعا له قال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك. فأسلم عمر رضي الله عنه، وكان إسلامه فتحاً ونصراً وقوةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم عثمان ذي النورين، ثم علي بن أبي طالب أبو السبطين، وغيرهم من العشرة المبشرين بالجنة، وسادات الصحابة من المهاجرين والأنصار. فقبح الله أقواماً جعلوا دينهم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تلاعب بهم الشيطان ولعب بهم حتى نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن أمهات المؤمنين كعائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي نقلت لنا كثيراً من أحكام الدين ومن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، يسألونها عن شيء من أحكام الدين وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الفقيهة العالمة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء والعياذ بالله الذين جعلوا دينهم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، لا شك أن هؤلاء من الضالين ومن الذين تلعنهم الملائكة لأنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنته الملائكة والعياذ بالله فهو من أهل النار، فهو من والعياذ بالله ممن غضب الله تعالى عليهم وأبعدهم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يلعن أخاه المسلم، لعن المسلم للمسلم من الكبائر ومن الذنوب العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء الذي دائماً لسانه ينطلق باللعن. وخصوصاً بعض النساء تجدهن دائماً كثيرات اللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في النساء قال: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيت كن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهن كثيرات اللعن، واللعن واللاعنون لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء والعياذ بالله. ولذلك يجب على من تعود على هذه العادة القبيحة أن ينزع عنها وأن يتركها وأن يتكلم بالكلام الطيب الحسن، فإن المسلم محاسب على كلامه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: عظني يا رسول الله، قال: أمسك عليك هذا، وهو معاذ رضي الله عنه، قال: أو نؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ،
وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان مسؤول عن كلامه وعن ما يخرج من فمه وما ينطق به لسانه، فعليه أن يجعل هذا اللسان في الذكر وتلاوة القرآن والكلام الحسن الطيب. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلام ابن آدم له وعليه، فإن كان حسناً كتب في الحسنات، وإن كان سيئاً كتب في السيئات. ولما شكى بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ألسنتهم فيها بعض الفحش والكلام السيء، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الاستغفار. قال: أين أنت من الاستغفار؟ فالعبد إذا صدر منه لفظ سيء أو لفظ فاحش فليستغفر الله، لأن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وقد وجدنا في هذه وسمعنا في هذه الأزمان كثرة اللعن وكثرة السب والاستهانة بهذا. وقد ورد في بعض الآثار أنه في آخر الزمان تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام تحيتهم التلاعن، إذا لقي صاحبه أين أنت ويشتمه، يعني كأنه من المحبة والمودة، يلعنه يقول له: أين أنت؟ لم أجدك، لماذا لم تأتيني؟ فيشتمه ويلعنه. هذا ليس من الإسلام وليس من الدين، هذا من الفسق ومن الفجور ومن التعدي. فالمسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. ولعن المسلم كقتله كما ورد في الحديث. فإذا على المسلم أن يختار الكلمات الطيبة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب على المرء كل شيء، كل كلام صدر منه فيكتب، حتى قوله: أكلت وشربت وذهبت ونمت وأتيت. ثم في آخر النهار يصفى هذا الكلام الذي ليس له له ولا عليه، أما الذي فيه حسنات فإنه يسجل في باب الحسنات كالذكر والتسبيح والتهليل والسلام والكلام الطيب. فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. كل هذه الكلمات صدقات، وكل حرف من القرآن بعشر حسنات. ألف لام ميم ليست حرفا، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في كل حرف عشر حسنات. ألف لام ميم فيها ثلاثون حسنة، فما بالك بالذي قد وفقه الله وجعل القرآن دائما صاحبا له، يتلو آيات الله آناء الليل وآناء النهار، ذاكرا لله تاليا لكتابه، مسبحاً مهللاً، لا يصدر منه إلا الكلام الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد حياءً من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، لا يصدر عنه إلا الكلام الطيب عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة لهذه الأمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان فعله حسناً، وكان كلامه حسناً، وكان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، وما كان يسب ولا يشتم ولا يضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. هذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يحافظ على لسانه لأنه محاسب على كلامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عن يمينه وعتيد عن شماله، يكتب الملك يكتب الحسنات وملك آخر يكتب السيئات. وورد أن أبا بكر رضي الله عنه رآه الفاروق عمر وهو يمسك لسانه ويعض عليه، قال: ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا لساني الذي أوقعني في المهالك. وهو أبو بكر الصديق أحد العشر المبشرين بالجنة، الذين بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو خليفة رسول الله وأفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لساني هذا الذي أوردني الموارد. فما حالنا نحن؟ فما حال المسلمين في أن ينطلق ألسنتهم بالكلام السيء؟ أيضاً من الكلام السيء ما يكتب في مواقع التواصل كالتويتر وغيرها والفيسبوك وغيرها من الكلام السيء البذيء، تجد فيه السباب واللعن والشتم والكذب والإشاعات الباطلة. كل شيء تكتبه بيدك فهو محسوب عليك، كتبته بقلمك أو كتبته في جوالك أو كتبته في الإنترنت أو كتبته في أي شيء، فأنت محاسب على كلامك. فليتق الله العبد ولا يكتب إلا ما يجده ويسره في صحيفته يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يظلم العباد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عز وجل لا يظلم العباد، يخرج للعبد صحائفه يوم القيامة مكتوب فيها كل أعماله، فيرى حسناته فيسر ويفرح بها، ويرى سيئاته فيحزن ويصيبه الحزن الشديد لما يرى. فما يلفظ من قول إلا وهو مسجل عليه ومكتوب في هذه الصحائف، وما تكتب يده وما يكتب في جواله أو غيره من وسائل التواصل فهو مكتوب عليه. فهل يسرك أن تلقى في صحيفتك يوم القيامة الكلام الطيب والدعوة إلى الله ونشر القرآن ونشر الحديث وكلام السلف الصالح وما فيه موعظة للمسلمين، وإذا فتحوا رسائلك وجدوا فيها الخير ووجدوا فيها الدعوة إلى الله وإلى الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحميدة، أو ترى فيها السباب والشائعات والكلام السيء واللعن والشتم والمناظر السيئة؟ كل مسلم محاسب عن عمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى. هذا هو الميزان عند الله عز وجل، هاتين الذرتين، إن ذرة خير كتبت لك وإن كانت ذرة شر ولا يظلم ربك أحداً. كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، الله عز وجل ينشر الصحيفة ويقول: اقرأ كتابك. فأما المؤمن فيقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، إلى آخر الآيات. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله وغيرهم فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقال: لو أن
حلقة من هذه السلسلة وقعت في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معاشهم وطعامهم وشرابهم، في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوا، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إلى آخر الآيات. فإذا العبد محاسب عن كلامه، وكل ما يعمله سيجده في صحيفته. فالملائكة تكتب ويرسل عليكم حفظة، فالله عز وجل يرسل على العباد حفظة يكتبون ويحفظون أعمالهم. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هؤلاء على عمل الخير، عمل الصلاة. أما الذين والعياذ بالله في أعمال المنكر، في يمارسون المنكرات، هؤلاء والعياذ بالله ماذا تقول عنهم الملائكة؟ أتيناهم وهم يفسدون ويجرمون، ورجعنا إليهم وهم يفسدون. فهذا هو الفساد المنهي عنه. على العبد أن يختار لنفسه الطريق الصحيح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا إذن في ذكر من يسيء، فكيف بمن يسيء إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل هذا ديناً له، يتقرب بالطعن في الشيخين أبي بكر وعمر وفي الصحابة رضي الله عنهم وفي أمهات المؤمنين، ليلاً ونهاراً يربون أبناءهم وبناتهم وزوجاتهم وأهل بيوتهم على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هؤلاء من الإسلام؟ كيف وصل الإسلام إليهم؟ ما وصل إلا من طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل هذا جزاء الصحابة الذين أثنى الله عز وجل عليهم؟ قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. الله رضي عنهم، ليسوا في حاجتك، الله قد رضي عنهم وجعلهم من أهل الجنة. فما بالك أنت قد أفسدت دينك وأفسدت حياتك وأفسدت آخرتك؟ ولا شك أن هؤلاء الذين تلعنهم الملائكة أنهم من أهل النار والعياذ بالله، إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل فإن جزاءهم لعن الملائكة لهم. أيضا ممن تلعنهم الملائكة الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله عز وجل، كما ورد في سنن الإمام النسائي والإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عمداً فقود يديه، فمن حال بينه وبين القود القصاص فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالذي يحول دون تنفيذ أحكام الله في قتل القاتل عمداً بجاهه أو ماله، لأن هذا من حق أولياء الدم، إما أن يطلب القصاص فينفذ القصاص في القتل العمد، وإما أن تنازل أهل القتيل فهذا من حقهم، فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً. فإذا عفوا عن القاتل فهذا من حق أهل القتيل، أما إذا لم يعفوا فإنه ينفذ شرع الله عز وجل، ولا يجوز لأحد بمال أو بجاه أن يحول دون تنفيذ شرع الله، لأن هذا من شرع الله عز وجل وهو من حق أهل القتيل. فإذا لم يتنازلوا لا يجوز التنازل، لا يجوز ترك تنفيذ شرع الله عز وجل، وهو الذي يقول عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القاتل يقتل والسارق تقطع يده
وشارب الخمر يجلد، والتنفيذ أحكام الله عز وجل في العصاة، والزاني المحصن الزاني الغير المحصن يجلد، والزاني المحصن يرجم. كل هذه حدود الله عز وجل لا يجوز تعطيلها، ولا يجوز الوقوف في وجه الحكام لعدم تنفيذها أو القضاء. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة التي تحكم بشرع الله، وحكامها وقضاتها ينفذون شرع الله، ننعم بهذا الأمن، الأمن الذي تعيشه هذه البلاد بسبب تنفيذ أحكام الله عز وجل. فهنا القاتل يقتل، والسارق تقطع يده، والزاني يجلد، وشارب الخمر يجلد. أحكام الله عز وجل تنفذ بضوابطها الشرعية، بأحكامها، كل ما يتعلق فيها المحاكم الشرعية التي وضعتها الدولة لتنفيذ شرع الله. فما بالك والعياذ بالله بمن عطلوا حدود الله وعطلوا شرع الله ولم يحكموا بشرع الله، حكموا بالقوانين الوضعية وبالدساتير التي وضعها البشر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الكافرون، كما جاء في نصوص القرآن الكريم. فالواجب على المسلمين أن يحكموا شرع الله عز وجل، والواجب على ولاتهم أن يقوموا بشرع الله عز وجل ويحكموه. ففي تحكيم شرع الله وإقامة حدود الله تنزل البركات والخيرات، ويحصل الأمن، ويحصل الرغد، ويحصل الرخاء بسبب تنفيذ شرع الله عز وجل. فالذي يحول دون تنفيذ حكم الله عز وجل في قتل القاتل سواء بجاهه أو ماله أو سلطانه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيضا من آوى محدثا ممن تلعنهم الملائكة، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث الذي في المدينة فيه زيادة في الإجرام أيضاً كما ورد في الصحيحين، يعني مكة والمدينة لها زيادة حرمة، لا يجوز أن نؤوي فيها محدثاً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المدينة حرم، يعني المدينة المنورة حرم، ما بين عير وثور، عير جبل وثور جبل، حرم المدينة ما بين عير وثور. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير وثور، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. رواه الإمام البخاري. لذلك لا يجوز التعاطف مع المجرمين ومع المفسدين، بل يجب الإبلاغ عنهم والتحذير منهم، لأن في ذلك انتشار للأمن ووقوع الخير في البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نؤوي محدثاً أو مفسداً أو من يريد الإفساد أو التفجير أو الإساءة إلى بلاد المسلمين. على المسلمين أن يبلغوا عنه، لأن في ذلك حفظاً لأمن المسلمين، وحفظاً لبلادهم، وحفظاً للنعمة التي هم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً. وأيضاً الملائكة ورد أنهم في طلب الكفار لرؤية الملائكة لربهم عز وجل أنهم قالوا: وقال الذين لا يرجون لقاءنا
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يعني بعض الكفار والمعاندين يقولون نحن لا نؤمن بالملائكة ولا نؤمن بالجن ولا نؤمن إلا بما نراه، فهذا والعياذ بالله من الكفر، لأن الإيمان بالغيب من أصول الإيمان وأصول الدين، فالإيمان بالله غيب، والإيمان بالملائكة غيب، والإيمان بالجن غيب، والإيمان باليوم الآخر غيب، والإيمان بما يحصل في القبر من سؤال الملكين غيب، فالواجب الإيمان بها، لكن من أنكرها فتلعنه الملائكة كما جاء في الحديث وكما جاء في الآية أن الله عز وجل قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فإذا رأى الكفار الملائكة فإنهم ينزلون عليهم بالعذاب، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. أيضا الملائكة لهم أعمال ولهم أمور قد وكلهم الله عز وجل بهم، والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة كما ذكرنا، والله عز وجل أقسم بالملائكة وأقسم بأعمال الملائكة، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، لكن المسلم لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من الذي مثل يحلف بالكعبة أو بالنبي أو بفلان أو غيره فهذا لا يجوز، بل عده العلماء من الشرك الأصغر، حتى لو كان في سياق كلامه يقول والنبي أفعل كذا والكعبة أفعل كذا، أو فلا يجوز الحلف إلا بالله. في الحديث من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف له بالله فليرضى. أما الله عز وجل فله أن يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم الله بالليل وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر وأقسم بالسماوات وأقسم بالملائكة وأقسم بأعمالهم، وسنذكر شيئا من أعمال الملائكة وما أختصهم الله تعالى به من الفضائل ومن الأعمال العظيمة في تدبير الكون، والله ليس بحاجة للملائكة، ولكنه تبارك وتعالى خلق الملائكة ووكل لهم أعمالاً يقومون بها، وأخبر عن ذلك في القرآن الكريم. من هذه الأمور الله عز وجل يقول فالمقسمات أمرا، طيب فالمقسمات أمرا، قال الله عز وجل فالمقسمات أمرا، فكل من الملائكة يقوم بعمل مختلف في شؤون الكون، نذكر منها أنه قد جعل بعض الملائكة في تدبير أمور من أمور الدنيا وأمور الآخرة، فالملائكة موكلون بهذه الأعمال، لا يتعدى الملك ما قدر الله له وما حد وما رسم، كما قال تعالى فالمقسمات أمرا، وقال عز وجل في الآية الأخرى والمرسلات عرفا، وقال تعالى فالملقيات ذكرا، وقال تعالى عذرا أو نذرا، وقال في سورة النازعات والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هذه كلها في ذكر لأعمال الملائكة، وسنذكر كل معنى من هذه المعاني. فالله عز وجل قال والمرسلات عرفا، المرسلات هي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم وشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله. نحن نعرف أن الله عز وجل وكل بعض الملائكة بالوحي، وبعضهم بالمطر، وبعضهم بالنبات، وبعضهم بالجبال، وبعضهم بالنجوم، وبعضهم بالكواكب، كل وبعضهم بالجنة، وبعضهم بالنار، وبعضهم بالرياح، وبعضهم بالبحار، وبعضهم بالأجنة في بطون الأمهات وفي القبور يسألون الأموات. كل هذه الأعمال جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية.
فالمرسلات عرفة هي الملائكة، أرسلت بالعرف يعني بالحكمة والمصلحة لا بالعبث ولا بالنكر. وأيضاً الملقيات ذكرى، الملائكة تلقي أشرف الأوامر وهو الذكر الذي يرحم الله تعالى به عباده ويذكرهم فيه منافعهم ومصالحهم، تلقيه إليهم الرسل عذراً أو نذراً، يعني إعذاراً وإنذاراً للناس، فلا يكون لهم حجة على الله عز وجل. أيضاً من أعمال الملائكة النازعات غرقاً. النازعات هم الملائكة، وما معنى النازعات؟ أنها تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. طبعاً النزع للكفار، النزع بقوة وبشدة، أما المؤمن فبرفق وبلين كما جاء في الأثر. والناشطات نشطة، هي الملائكة تجذب الأرواح بقوة ونشاط، والنشاط بالقوة كما ذكرت لأرواح الكفار، والنزع بلين ورفق لأرواح المؤمنين. والسابحات سبحة، أي الملائكة تتردد في الهواء صعوداً ونزولاً. نحن نعرف أن الملائكة خلقوا من نور، وأن لهم أجنحة يطيرون فيها بين السماء والأرض، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالملائكة ينزلون ويصعدون بين الأرض وبين السماوات إلى الله عز وجل كما جاء في القرآن وفي السنة، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يوحي بالوحي أخذت السماوات رعدة وشدة وصعق الملائكة. فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيوحي الله إليه بما شاء، ثم تفيق الملائكة فيسألون جبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير. فيتقول الملائكة: قال الحق، قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. إذن الملائكة موكلون أيضاً بالوحي وبسماعه وبإنزاله، ورئيس الملائكة هو روح القدس وهو جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. فالسابقات سبقا، أي الملائكة الذين يبادرون لتنفيذ أمر الله عز وجل، لأن الشياطين كما جاء في الحديث أنهم يصعد بعضهم فوق بعض إلى السماء حتى يريدون أن يسترقوا السمع، فيرسل الله تعالى عليهم الشهب، يرسل الله عليهم كما ترون الشهاب ينطلق من النجوم، هذه الشهب يرسلها الله عز وجل على الشياطين الذين يريدون أن يسترقوا السمع من السماء، فيقتل الله عز وجل هذه الشياطين أو يطردها أو يصيبها بالجنون أو غيره، كما قال تعالى في سورة الصافات، ذكر الله عز وجل فيها أن الله عز وجل يرميهم بالشهب ويرميهم بهذه الشهب التي تحرقهم وتطردهم عن أن يسترقوا السمع، فلا يستطيعون أن يسبقوا الملائكة بالذين ينزلون بأمر الله عز وجل. وأيضاً الملائكة الذين يحملون الوحي إلى الرسل عليهم السلام. فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة الذين وكلهم الله في تدبير كثير من أمور العالم العلوي والسفلي، من الأمطار والنبات والرياح والبحار والأجنة وغيرها. أيضاً من أعمال الملائكة حملة العرش. العرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف المخلوقات محيط بالسماوات فوقها. حملة العرش ثمانية كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله عز وجل فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى،
لو سئلنا أين الله؟ الله فوق سماواته بائن من خلقه. بعض الناس والعياذ بالله وبعض الفرق إذا سألت أين الله قال لا أدري. أي كيف لا تدري أين الخالق تبارك وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتي به بجارية مملوكة قال لها أين الله كما في صحيح مسلم، قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لوليها سيدها قال أعتقها فإنها مؤمنة، لأنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بأن الله عز وجل فوق سماواته بائن من خلقه مستوي على عرشه. في 6 مواضع من القرآن الكريم ذكر الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله. ومعنى الاستواء يعني العلو، علو الله تعالى فوق خلقه. فالله لما خلق الخلق خلقه أسفل منه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه السماوات العظيمة وهذه الأراضين يقبضها الله عز وجل يوم القيامة ويهزهن ويقول أنا الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على منبره عليه الصلاة والسلام، رقى المنبر وقال الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأراضين باليد الأخرى، ثم يقول أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، حتى قال الصحابة خشينا أن يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا كان الكرسي الذي بين يدي العرش الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض كما في آية الكرسي في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو موضع القدمين للرب عز وجل وهو كالمرقاة بين يدي العرش. السماوات السبع هذه العظيمة بالنسبة إلى الكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس في صحن. السماوات العظيمة هذه بالنسبة إلى الكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء. فما بالك بخلق الله عز وجل، فما بالك بالخالق عز وجل الذي يطوي السماوات بيمينه. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله عز وجل لا يستطيع أحد أن يقدر قدره وعظمته. وحملت العرش هؤلاء الذين يحملون العرش ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس سابق قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير فيه. 700 عام بين شحمة أذني ملك واحد من الملائكة. هذا خلق الله، هذه عظمة الله عز وجل. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من عرف عظمة الله وعظمة خلقه وسعة خلقه وسعة سماواته وعظم كرسيه وعظم عرشه يعرف قدر الله عز وجل. وهؤلاء والعياذ بالله الذين ينسبون لله الولد أو ينسبون له ويتخذون معه أندادا ما عرفوا قدر الله ولا منزلته تبارك وتعالى. وما قدر الله حق قدره. فحملة العرش من الملائكة. وأيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد أهل
كفار مكة ردوا دعوته وآذوه عليه الصلاة والسلام، وخرج من مكة مهموما مغموما عليه الصلاة والسلام، وهذا من أشد ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد، من غزوة أحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: وقد لقي العناء والتكذيب من كفار قريش، قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. العقبة موضع في منى اللي عند جمرة العقبة، كان جبلا. قال: إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال أحد رؤساء قريش، قال: فلم يجبني إلى ما أردت، ما أجابه إلى دعوته ولم يدخل في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقت مهموما وأنا مهموم على وجهي. مشى صلى الله عليه وسلم مهموما. قال: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. قرن الثعالب في آخر عرفة، وهو موضع بين مكة والطائف، اللي هو يعني من وادي محرم إلى السيل، هذا يسمى قرن الثعالب، لكثرة الثعالب فيه سمي قرن الثعالب. لم يستفق صلى الله عليه وسلم من الهم، وقد مشى هذه الكيلوات يمكن نحو 5 كيلو والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي مهموما. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. أرسل الله إلى رسوله ملك الجبال، وهذا دليل على أن الملائكة كل ملك له أعمل. قال: فسلم ملك الجبال، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني أطبق عليهم جبلي مكة حتى أهلكهم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي الرحيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة والنعمة المستاة؟ هل قال بعد أن طردوه وآذوه وكذبوه ونسبوا إليه السحر والكذب وقالوا أساطير الأولين ووضعوا السلى على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: هل يا ملك الجبال، أطبق عليهم الجبلين وأهلكهم ودمرهم؟ لم يقل ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. رواه الإمام مسلم واللفظ له، ورواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام هل استجاب الله دعاءه في كفار قريش، في أبي جهل وغيره والعاص بن وائل وغيرهم من صناديد الكفر؟ نعم، فقد أخرج الله عكرمة ابن أبي جهل، ولد أبو جهل، من سادات الصحابة رضي الله عنهم، أخرجه الله من فرعون هذه الأمة الذي قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أشد أذان عليه، وأخرج الله خالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من سادات الصحابة رضي الله عنهم قادة للأمة ودعاة لله لا يشركون بالله شيئا. أيضا من الملائكة الموكلون بالقطر والنبات والأرزاق. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، قال: ميكائيل، ميكائيل ثبت اسمه في الحديث،
يعني الملائكة بعضهم ثبتت أسماؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء ثبتت أسماؤهم. قال الحافظ ابن كثير: ميكائيل موكل بالقطر المطر والنبات اللذين يخلق الله تعالى منهما الأرزاق في هذه الدار، لولا الأمطار والنبات لهلك الناس، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به ربهم تبارك وتعالى، يصرفون الرياح والسحاب بأمر الله تبارك وتعالى كما يشاء. بل من الملائكة ما هو موكل بالسحاب، ففي سنن الترمذي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرعد، نسمع صوت الرعد، الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله وحيث ما أراد الله من سقيان البلاد أو القرى أو المدن أو نحوها، يصرف الله تعالى المطر حيث شاء. ومعنى مخاريق من نار يعني مخاريق من حديد يزجر بها السحاب، مخاريق من النار حديد فيه نار يزجر به السحاب، وهذا صوت الرعد الذي نسمعه. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسترحمون، فالرعد يزجر السحاب ويسبح. ولذلك سن لنا إذا سمعنا صوت الرعد أن نقول: يسبح الرعد بحمده والملائكة، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسترحمون، سبحان من سبح الرعد بحمده. فالملائكة والرعد يسبحون ويزجرون السحاب. وقد يرسل الله عز وجل ملكا تسمعه في السحاب كما جاء في الحديث، ونختم به حديثنا، أن رجلا كما في الصحيح في رواية مسلم سمع صوتا في السحاب، رجل في الصحراء سمع صوتا في السحاب: أسقي حديقة فلان، فتبع السحابة فسبقته السحابة وأمطرت، ووجد رجلا يصرف في حديقته الماء، فقال له: ما اسمك يا صاحب الحديقة؟ قال: أنا فلان بالاسم الذي سمعه في السحاب. قال: لقد سمعت اسمك في السحاب أسقي حديقة فلان، فماذا تفعل بخراج هذه الحديقة؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: أسقي حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع؟ قال: أما إذا قلت هذا، وكان يخفي عمله، قال: فإني أنظر إلى ما يخرج من هذا البستان وهذه الحديقة فأقسمه ثلاثا، أتصدق بثلثه، وآكل أنا وأولادي الثلث، وأرد فيها الثلث على كل. فهذا من فضائل الأعمال التي ينبغي للعبد الذي أنعم الله تعالى عليه بالثمار والرزق، سواء في تجارة أو صناعة أو غيرها، أما يخرج من هذا المال أن يتصدق، هذا غير الزكاة، يتصدق بشيء منه ويغذي أولاده ويصرف عليهم، وأيضا يكون الباقي على إقامة تجارته وصناعته أو زراعته. فالإسلام دين الحياة، دين الدنيا والآخرة، منهج حياة فيه الخير وفيه البركة وفيه العزة. ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، كما نسأله عز وجل أن يبسط علينا الأمن وأن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها وقيادتها، وأن ينصر جنودها المرابطين على حدودها، وأن يكفي هذه البلاد وبلاد المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظها بحفظه. ونسأله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأرزاقنا وذرياتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى، وأن يغفر لنا ولوالدينا
وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين.